يا الصباحية بارت 1. عمرك فكرت في مرة أول ما تقوم من النوم إن أنت تقوم تعمل تمارين الصبح؟ تعال أقولك بقى إيه اللي فايتك لو أنت ما بتعملش الكلام ده. يلا بينا يلا بينا. أنت تعرف إن من فوائد التمارين الصباحية إن هي بتحسن اللياقة والصحة العامة؟ إزاي؟ دلوقتي أنت اللياقة عندك هتبقى عالية جدا لو أنت عملت تمارين الصبح. ازاي؟ هتلاقي لياقتك كده، اللي هو ايه، اي حركة تيجي تعملها هتلاقي نفسك قادر تعملها، مش اللي هو مش قادر. هتلاقي كده عندك مرونة في جسمك. تمام. بالنسبة للصحة هتلاقي الصحة ايه نظامها، مثلا هتلاقي المناعة بتاعتك حلوة جدا، بدل ما ايه كل شوية تعيا وحضرتك يجيلك برد ومش عارف ايه وحاجات مش حلوة، تلاقي صحتك حلوة. تمام. وتعرف كمان ان هي بتخلي اسلوب حياتك وصحتك متوازنين، يعني بتلاقي كده الحياة بتاعتك متوازنة، مش اللي هو ملخبطة وكلام زي كده. طب تعرف كمان ان هي بتقلل من الدهون اللي في الجسم؟ طيب تعرف كمان ان هي بتقوي العظام؟ طب تعرف كمان ان هي بتحسن القدرة على التحمل والتركيز والمرونة؟ يعني هتلاقي نفسك لما تبدأ تتمرن الصبح هتلاقي نفسك ايه، قادر تتحمل، قادر تتحمل على الصعاب، قادر تتحمل على الحاجات الشديدة او اللي فيها ضغط في حياتك، مش اللي هو مثلا خلقك ضيق او كلام زي كده زي ما بنشوف كتير اليومين دول. لا، هتوسع بالك زي ما بنقول يعني اليومين دول او بالعامية. تمام. ايه تاني؟ قلنا التركيز، هتلاقي تركيزك اعلى مثلا اذا كنت بتذاكر، اذا كنت مثلا بتشتغل، اذا كنت بتعمل اي حاجة. تمام. قلنا المرونة زي ما قلنا من شوية، هتلاقي جسمك كده مرن وجميل، واللي هو ايه يعني اي حركة هتعملها بسهولة، مش اللي هو هتقعد كل شوية ايه مش قادر مش عارف اعملها وهتاخد وقت على ما تقدر تعمل الايه الحركة. تمام. تعرف كمان ان هي بتزود الشجاعة عند حضرتك. طب ازاي بتزود الشجاعة عندك؟ ازاي؟ دلوقتي انت لما تحدد عدد معين لايه لتمرينة معينة، تمام، وايه وعملته وحطيت يعني مثلا تارجت، تمام، وقلت انا هعمل مثلا العدد ده وقمت عملته، دلوقتي بتلاقي نفسك ايه اللي حصل؟ بتلاقي نفسك فرحان ومش عارف ايه، انا عملت انجاز، انا مبسوط، انا عملت كذا. انا هتلاقي نفسك الشجاعة وتلاقي نفسك ايه كمان نشط، مش ايه مش شجاع وبس، هتلاقي النشاط ابتدى يزيد عندك، اللي هو ايه انا عملت كذا. فهتلاقي نفسك بقى بكرة انا ايه، انا هقوم اعمل كذا وهقوم اعمل كذا وهقوم تاني اعمل تمارين بكرة وهقوم اعمل تمارين بعده هقوم وكده يعني. تمام. فهتلاقي نفسك اللي هو ايه شغال بقى ايه، عندك شجاعة وعندك نشاط والدنيا عندك، وهتلاقي مودك ابتدى يعني بدل ما ايه ما يكون عندك مثلا ايه دايما كسلان، دايما مش قادر تقوم، دايما مش عايز تقوم، دايما ملان، دايما مش عارف ايه، دايما ده ممكن يودينا لحاجة مش حلوة اسمها اكتئاب. وده يعني دلوقتي انت لو عملت تمارين وطوعتني يعني وسمعت كلامي هتلاقي نفسك اللي هو ايه في حاجات كتيرة حلوة اتظبطت في حياتك، زي ما بنقول أبسط الأمور. يعني كل الناس دلوقتي تقول لك أصل أنا كسلان، أصل أنا ملان، أصل أنا مش قادر، أصل أنا مش عاوز، أصل أنا مش جاي لي نفس، أصل أنا ده على طول بيحصل كتير، وتلاقي إيه أصل المود مش حلو، أصل أنا مودي مش لطيف اليومين دول، أصل مش أنت لو عملت تمارين كل ده هيروح. تخيل يعني حاجة بسيطة جدا يعني. مش طيب إيه تاني كمان بتزود عندك؟ ايه تاني قلنا بتزود الشجاعة. تمام. تعرف كمان ان هي بتخليك تتعرف على اصدقاء جديدة. طب هتقول لي ازاي؟ طبعا دلوقتي انت لما بتروح الجيم طبعا بتلاقي في ناس هناك بتتمرن زيهم زيك، صح؟ تمام. دلوقتي لقيتهم بيتمرنوا نفس التمارين اللي انت بتتمرنها، او مثلا مهتمين بنفس التمارين اللي انت مهتم بيها، فانت ايه اوريدي على طول، لان دي طبيعة البشر يا جماعة. طبيعة البشر بتقول ايه، انه انت لو شفت مثلا شخص مثلا مهتم بنفس اهتماماتك بيعمل نفس اللي انت بتعمله، مثلا في حاجات متشابهة ما بينك وما بينه، بتلاقوا على طول انتوا الاتنين كده اندمجتوا مع بعض، او اللي هو ايه يعني ابتديتوا يعني هنتعرف على بعض بقى ونصاحب وهتبدأوا تصاحبوا. تمام. تعرف كمان ان هي بتعمل ايه تاني، بتعمل ايه تاني؟ تعرف كمان ان هي بتفتح نفسك على الاكل. الرياضة الصباحية يا جماعة بتفتح النفس جدا، وقلنا زي من شوية ان هي بت ايه
بتزود يعني بتخلي المود عندك حلو وايه، وبدل ما كل شويه تقعد تقول لي اصل مودي مش حلو، اصل مش مزاجي مش رايق، اصل مش عارف ايه، اصل بتاع، اصل علان، اصل الكلام ده كله والله ما حلو يا جماعه. والكلام ده كمان زي ما قلنا من شويه ان هو مش حلو عشانكم، لان هو ممكن بيودينا لحاجات مش حلوه اسمها اكتئاب، ويعني لا قدر الله حاجات مش حلوه. فتخيل يعني تمارين صباحيه بتخليك يعني اللي هو ايه فوق فوق، يعني اللي هو خلاص انت يعني اي حاجه في الحياه هتحس نفسك اللي هو ايه انا هقوم بقى. مش دايما مثلا يعني ما بتحصلش معاكم خالص ان انتوا بتقولوا دايما وانتوا نايمين مثلا تقول اصل انا هقوم اعمل ايه من النوم، هقوم اسوي ايه، هقوم يعني مش ورايا مثلا الديوان، يعني هقوم اعمل ايه انا دلوقتي، يعني اقوم بدري الصبح ليه مثلا، ليه اقوم بدري ليه؟ مش انتوا مش بتحصل على طول معاكم اهو؟ انتوا دلوقتي التمارين دي لما تعملوها كده زي ما انا ما بقول لكم هتلاقوا ايه، هتلاقوا انه السؤال ده ما بقاش يسأل خلاص. انت دلوقتي بقيت نشط، بقيت اللي هو عندك شجاعة، انا هقوم من النوم هعمل كذا هسوي كذا، قدرت اللي هو ايه عندك يعني ايه بقى عندك اللي هو قابلية على الحياة، بدل ما كنت الأول أنا ربنا ياخدني أنا إلا مخليني عايش، أنا مش عارف إيه، أنا زهقان، أنا ملان، أنا عندي اكتئاب، أنا عندي بتاع. أنا طيب تعالى لي بقى في حاجة مهمة جدا 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 جدا، إنه التمرين ما بيتعملش في أي وقت. ليه؟ التمرين بيتعمل خصوصا قبل الأكل، طيب وخصوصا قبل الفطار. إشمعنى؟ ليه؟ لأنه أنت لو حضرتك جيت عملت التمرين بعد الأكل، إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ دلوقتي أنت أكلت صح؟ تمام، وعملت التمرين، بتلاقي الأكل اللي أنت أكلته اتهضم. طب استفدنا ايه؟ كسبنا صلاة النبي، ايه اللي استفدناه دلوقتي؟ فين الاستفادة اللي احنا عاوزين نستفيدها اصلا في الموضوع كله؟ او فين يعني مش يعني فين المضمون اللي احنا اصلا عملنا التمرين عشانه؟ انت دلوقتي عملت لي التمرين بعد الاكل، حضرتك قمت عملت ايه؟ قام الاكل اتهضم، بتلاقي نفسك جعان على طول. طب ايه؟ ما استفدناش حاجة. طب احنا عاوزين نستفيد من التمرين مش نعمله خلاص. نستفيد ازاي؟ نعمله قبل الاكل، نعمله قبل الاكل وخصوصا قبل الفطار. اشمعنى؟ لانه في دراسات اثبتت انه ايه، انه انت لما تعمل التمرين قبل الفطار لما تكون على معدة فاضية، ايه اللي بيحصل؟ بيزود حرق الدهون اللي في جسمك. تمام، فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا. تعرف كمان ان التمارين الصباحية مهمة جدا لمرضى السكر. هتقولي ازاي؟ انا هقولك دلوقتي، لانه يعني بعد الشر عن حضرتك لما يكون عندك مثلا سكر تمام، وتقوم تعمل كده تمارين الصبح وتطوعني وايه، وتسمع الكابتن عبد الله شوشه وتقوم تعمل التمارين، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هيحصل انه هرمون الكورتيزول في جسمك هيعلى، ولما يعلى ايه اللي هيحصل؟ نسبة السكر اللي في الدم اللي بيحصل بتتظبط، لانه هو اصلا هرمون الكورتيزول ده بيظبط نسبة الايه السكر في الدم. كده عرفنا ايه فايدة هرمون الكورتيزول بالنسبة لمرضى السكر. تمام، عشان بس نعرف يا جماعة ان التمارين الصباحية دي ايه فايدتها، لان هي مهمة جدا 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 جدا. تمام، وده طبعا حصل في الايه في الدراسات اللي اثبتوها في 2015. تمام، انا كابتن عبد الله شوشة، ما تنسوش اللايك والفولو، استنوني بقى في الايه في بارت 2 من الفيديو ده. باي.